قادماً من إيطاليا التي يستعد رئيس الجمهورية لزيارتها، توجه البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي إلى القصر الجمهوري في بعبدة، حيث أطلع رئيس ميشيل عون على نتائج زيارته لكل من السعودية وإيطاليا، علماً أنه سبق للراعي أن اتصل بعون وأرسل إليه تقريراً مفصلاً عن فحوى زيارته التاريخية للرياض. الراعي أشاد بحكمة الرئيس عون في معالجته أزمة الرئيس الحريري، كاشفاً عزم مجلس الوزراء على عقد جلسة لبحث نتائج المشاورات الأخيرة. إنه فهمت الرئيس بالحقيقة بحكمته وبرواقه وبنظرته البعيدة، قلت له مثل الحرب يعني امتص كل شيء والبلد رجع عيش فرح كبير ووحدة كبيرة، وهالأزمة اللي كانت ظهرت اختفت، وتمنيت له يرجع بالسلامة والمشاورات اللي قام فيها تقدر كمان توصل إلى نتيجة كل اللبنانيين منتظروها. هل حملتك مع تعديل شيء بالبيان بما يتعلق بالنقي بالنفس بموضوع العلاقات العربية؟ نحن هيدا موقف أساسي، بعتقد الكل عمل بيطالبوا فيه، لأنه لبنان ما بيقدر ينطلق إلا هيك. بتصور هيدا بعتقد المشاورات أكيد ما أطلعني على مضمون المشاورات، بس مثل ما نقرأ بالصحف الكل بيحكوا بهذا الموضوع. وكان الرئيس عون قد أكد في خلال استقباله السفير البريطاني في لبنان هيوغو تشارتر جاهزية القوى الأمنية اللبنانية لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة عبر تنفيذ عمليات استباقية أثبتت جدواها وأحبطت مخططات لتنفيذ أعمال إرهابية تسيء إلى الاستقرار والأمن في البلاد. كذلك أشاد الرئيس عون بالدعم العسكري الذي قدمته المملكة المتحدة إلى الجيش اللبناني، خصوصا في مجال لإنشاء أبراج المراقبة على طول الحدود اللبنانية السورية، ما ساعد في مراقبة الإرهابيين ومنع دخولهم الأراضي اللبنانية عبر الجرود قبل تحريرها في معركة فجر الجرود. على صعيد آخر، أمل الرئيس عون أن يحمل الأسبوع المقبل مزيدا من الإيجابيات على صعيد معالجة التطورات السياسية، مشيرا إلى متانة العلاقات التي تربط لبنان بالدول العربية والأجنبية كافة والتي يعمل لتعزيزها وتطويرها.